فاطمه انا عامله مثل الغرقانه ببحرها، لا هي غميقه لتسبح ولا الشط قريب لتمشي وتطلع. اهلين سيد جاد، تفضل. اهلين حسام، تفضل. شو وين ست ربيعه؟ لحظه لخبرك، تفضل. ربيعة، هذا السيد جادو حسان. شو بده هذا كمان؟ جاي يتشفى فيني؟ هلا اطلعي سلمي عليهم. مسموح ادخل؟ تفضل. ايه ستي، وعزمتينا على الغدا؟ غدا شو؟ الغدا بجنيني على شرفك، والرجال طالب رضاكي. لا عيب يا ست ربيعة، رجال ببيتك. والله انا هذا شايفته بيته مو بيتي. امتى ما بده بيبعت ناس على الجنينة يجي يكبوا لي الياسمين، وامتى ما بده بيعزم حاله على الغداء. المطلوب يا ست ربيعة يعني انت بس ترضي والدنيا كلها بتصير بخدمتك. يعني حسن الى الله مو طالبين شيء، صدقة تعدي معنا تسعدينا بطلتك وتملحينا بلقمة، مو طالبين اكثر من هيك. عيب يا ربيعة، عيب. يلا بقى يلا. قلت لي لكان المسكين انشل. الله يخفف عنه. الله يشفيه. يشفيه؟ ايه يشفيه يا معلم.
جدران؟ نعم علي. شو في؟ والله ما بعرف. شو اللي صاير عندنا الليلة؟ يلا بسرعة. هلا هيك بيكون السبيرتو اختلط بزيت الياسمين وشرقه كله. حطي لي التلج. اوه هلا بنحط الزيت بقلب التلج. بعد شوي رح يجمد الزيت ويفوش السبيرتو على الوش. آه والله فكرتك دريان يا معلم. شلون بدي قدرة إذا كنت أنت نايم وأبو عبدو نايم؟ والله هني لازم يخبروكم من وصولهم، بس المساكين وصلوا الليلة متأخرين وتعبانين، يعني ما صار لهم زمان واصلين شي ساعتين يعني. وليش ما أجوا لهم؟ ولو يا معلمي، ليش هني بيعرفوا إنه إحنا سوينا البيت وكسيناه وحليناه. معك حق، معك حق، بس لازم يخبروا يتلفنوا. لوين يا معلم؟ رايح شوف شلون صارت بعد هالسفرة الطويلة هدول 5 شهور. فنجان قهوة. يو انت عم تعمل القهوة؟ شو فيها يعني؟ يلا بعدين معلش، عروس وعم ندللها. انت تعا ارتاح وانا بعمل لك كل شيء لك. خلص تعا ارتاح انت اغا. يو عود عود تقبرني عود بالصدر. لك امرك. وهي عاد دخيل هبا. ايه امي ما حكيت لي شلون كانت هالسفرة؟ ان شاء الله انبسطت فيها. ايه تاري قديش الدنيا حلوة يا ام محمود، وقديش في ناس مبسوطين عايشين وعم يشتغلوا، ونحن حابسين حالنا بهالضيعة. وقال شو؟ نحن بيت رسلان آغا. ايه هص هص لا تحكي، هلا بتسمعك بعدين بتضيع هيبتك. هيبتي؟ لك عم لك قديش الناس هنيك. ليش ما في عندهم أغوات؟ امبلا طبعا عندهم أغوات، بس أغواتهم غير شكل، يعني ركضهم غير ركض وهمهم غير هم. انتبهي انتبهي رح تطف القهوة. ليك سلم هديات يا أمي. بس باين يا أمي إنك مالك حاسب حسابي. لا شلون يعني؟ ليك مليان الدولة. لك رايح أجيب فنجان. يلا هات. عقلي ما عم بيصدق، ما عم بيصدق. يعني خيال مثلك يوقع وينكسر؟ شلون يا ابو صيف؟ شلون؟ ايه علي زعلتك؟ الله يخليك لا تاخذني، سامحني الله يخليك. بس هالمعلقه، بس هالمعلقه. بس لو تقلي شلون كيف مين رماك؟
مين رماك يا أبو صطيف؟ مين؟ حياتي بشوف الأغا بيمد إيده على شغلي. أنا أول مرة بشوفه فرحان بهالشكل. يمكن من عمره 12 سنة ما شفته هيك فرحان. إيه بس ابن رسلان أغا ما بصير يبين عليه الفرح. طبعاً. شوف لك شوفي شلون عم يضحكوا رأخي بدن شوفي. تقبر قلبي. تقبرني إن شاء الله افرح وانبسط. والرباط. خليته. وهلا شو بدنا نساوي؟ هلا منطلع الراديو ونسمع الشغل. بس بركي ما لقط هون لانه لسه ما ركبت له القاطع. ايه طيب منطلع الجراموفون. والله فكرة. هلأ زيت الياسمين كلهم لقط بهالسبيرتو. والزيت ما بقى فيه ياسمين منه؟ لا شلون ما بقى فيه، بس خفيف. هذا إذا عملنا منه صابون إذا بتغسلي فيه كل النهار بتضل ريحتك ياسمين. ربيعة لا تقليلي إنك بتعرفي تعملي صابونها. الله يرحمها عمتي سلمى، ما في سر من أسرار الصنعة ما بتعرفه. فاطمة شعلي لي هالشمعة. تفضلي. وهلا هيك خلاص؟ لا شلون؟ لسه قدامه حفلة تانية. بدي خلص زيت الياسمين الصافي من سبيرتو. مثل الزيت اللي أخده حسان لجادو لحتى يبيعه اياه. ايه ربيعة ذكرتيني. شو قررتي؟ بشو؟ مشان جادو. الرجال عم يقول خلي شغل الياسمين على البنات. لما وحطه ونقعه بالزيت. وأنا؟ أنت أنف أنف وبس. الرجال عم يقول الله واهبك أنف، ليش لا تصيري إيدين؟ لك ربيعة بده يريحك. هذا بده يريحني؟ هذا بده يحاصرني، فهموها بقى. آخ الله يبعث لي مين يحاصرني هيك محاصرة. هلا شو لساكي زعلاني مني؟ بديعة نادي للآغا اللي له مرهج أبو مريم إجا. حاضر. هلا هيك صار اسمي أبو مريم؟ ما عاد مرهج، ما عاد الفرح. هلا أنت شو جابك هلا؟ شو جابني؟ سمعت إنهم إجوا من شهر العسل الطويل فجيت سلم عليهم. دادي كيفك دادي؟ كيفني؟ زعلان منك. هلا بعد هالغيبة الطويلة ما بتروحي بتسلمي على بابا؟ الحمد لله على السلامة. ام سوري دادي الله يسلمك. يعني كنا مشغولين شوي هاليومين. محمود محمود آغا تعال شوف مين اجى لعنا. عمي مرهش. اهلين بالعريس. يسعد مساك يا عمي. مساك حبيبي. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. تفضل شرف. تفضلوا تفضلوا. أنا رأيي تسمعوا كلامي. إيه خذوه على البيت. يعني ما بده علاج؟ ما بده صور؟ قلت لك هذا رأيي. وبلا هالمصاريف الزيادة البلا طعمة. بعدين على كل أنتوا يعني أصحاب القرار.
دادي؟ شفت لو؟ طلع اسمه لو ولو على الشغلة وطلع كلب، أنا فكرته كلبة. بابا حبيبتي قيمي من هون، حطيه ببيته. هو ما عنده بيت. شلون ما عنده بيت؟ وين بده نام؟ يعني أنا يا بنام وجوا بغرفتي أو بضل هون. يا حبيبتي ما بصير تنامي بغرفتك، لازم ينام ببيته. طيب طيب، هلأ نحن رح نربطه بشي قرنة على بين ما نفصل له بيت. طيب أنا بستأذن عن إذنكم. بكير عمي. ليك دادي. لا معلش، أنا رجال كبير مو مثلكم شاب، بعدين أنا لازم نام بكير لأني في بكير. بابا بكرة عازمكم على العشاء، بس أوعكم تجوا بدون ما تجيبوا الوالدة، حاكم إلها فضل كبير علينا. إن شاء الله. يلا خاطركم، صباحوا على خير. وانت من أهله، مع السلامة. ما بصير يا أغاية، هذا لو. شو معناته هاد؟ مبينة جادو دفع لك المصاري اللي عم يطالبك فيهم صاحب البيت، شو بدك أحسن من هيك؟ ليش؟ أما أمرك عجيب يا ربيعة، كنتي ما عم تنام الليل وانت تفكر شلون بدك توفي الدين، وهلأ لما نوفى الدين ما عاد عجبك؟ منه لا. ليش؟ ما بعرف ما بعرف. ربيعة انت ليش كل هالقد ضايجه؟ مو شايفه هالحصار يا فاطمه؟ مو شايفه الحصار اللي عامله علي؟ لك يا ربيعه، لو ما كان الزلمه بيحبك ما بيعمل عليك هالحصار، بعدين شبه والله ما بيتعيب. ريحته يا فاطمه ريحته. لك شبه ريحته، دائما اغلى واحسن عطر حاطط. هي الريحه اللي انتو بتشموها، بس الريحه اللي انا بشمها. وانت شو بتشمي دخلك؟ ريحته فظيعه فاسده. ربيعة ربيعة حبيبتي، نحنا لازم نكبر ونحكم العقل. حاجتك بقى شو هاي ريحته وخايفة وفاسدة؟ شبكي مو انتي بتقولي عني أنف؟ بلا أنا أنفي مخاصمه. يا ستي منخليه يعمل له صلحة، شو رأيك؟ تعالي. دكتور حسان. نعم. أنت بكرة فاضي؟ أيوة. بدي أطلع الضيعة. خير إن شاء الله. بدي أشوف إذا في شي بهالدنيا بيساعدني قبل ما أخذ قرار أندم عليه كل حياتي. أنا جاهز. يا ميت أهلين ويا ميت سهلين. أهلا وسهلا. تفضل شرفتي. اهلين بدران. يا ميت اهلا. صرت بتعرف اسمي كمان؟ ها مبين الله فرج عليك. يا ستي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. شو هدول؟ مو انت اللي عم تديري بالك على بيت الحجه؟ هدول شكر لك. شكر لك كمان. ايه يا ست ام بدران. نعم. في عندي سؤال بدك تجاوبين عليه. بس هيك ميت أهلين ويسهلين غالي وطلب رخيص، امرني. تسلمي. بدك تحكي لنا بيت رسلان آغا شو ساوى فيهن الزمن؟ يا ميت أهلين ويا ميت سهلين، مبين يوم لياسمين بياسمين. Thank you.
اهلا تفضلوا 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 تفضلوا. اهلا اهلا. واو دادي شو عامل؟ تفضلي تفضلي. واو شرف بابا كثير كثير حلو، امتى عملت كل هالشيء؟ لا تقولي امتى، قولي لي حلو وبس. حلو وبس. هذا مفاجأتي لكم. تفضل تفضل شرف. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل. اهلا اهلا بديعة خانم. والست العظيمه سعاد خانم وينها؟ سعاد خانم بتعتذر منك بس راسها عم يجعها كثير. لا 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 اسمح لي، هيك عذر ما راح اقبله ابدا، ولو هيك حفله وهيك قاعده وسعاد خانم مو موجوده. او نو 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 عن اذنكم. لوين لوين؟ رايح جيبها براسي ولو. لا لا ما بصير، انا بجيبها. يعني عفوا يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، ما في ازعاج؟ لا 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 ابدا، انا هلا دقيقتين بروح بجيبها وبرجع عن اذنكم. طيب يلا مع السلامه. تفضلوا 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 تفضلوا. اهلا وسهلا. ايه بابا قولي لي مبسوطه؟ شو مبسوطه بابا؟ طاير عقلك، محمود بجنن بياخذ العقل. دادي بتعرفي انه بديعة بتشبه عمتها نظمية لما كانت بعمرها؟ ايه عالزمن شو بيساوي؟ ليش بتعرفها لعمتي نظمية؟ ولو؟ طبعا بعرفها، ما نحن اولاد ضيعة واحدة. شو اخبارها؟ الله يرحمها. تعيشي انتي. يا فاطمة الضيعة ضاعت، أهلي ضاعوا، خالد ضاع، لكن العلة ما فيك تنتقمي من حدا، كلهم أهلي كلهم أهلي. الله يسامحكم يا بيت رسلان آغا، الله يسامحكم. صوت زنبور سيارة محمود آغا هلأ بيجي. قومي
ما بصير يشوفك عم تبكي باوضته. هذا فال سيء لما البنت بتبكي باوضه نوم عرسان. قومي حبيبتي قومي. يلا قومي. لا تبكي قدامي. لا تبكي. ايه جايين جايين دقيقه. بس لا تبكي قدامي. ما تبكي. ايه شو بكون طولتوا لحتى فتحتوا؟ انت شو جابك؟ شو رجعك امي؟ مصممين السهرة ما بتصير إلا بحضورك. أنا؟ إيه نعم. وبعتوني لحتى جيبك. بعتوك؟ شو صاير بالدنيا يا أغا؟ نسيان أنت مين؟ هو علينا بقى يا أم محمود. بعتوني إيه بعتوني؟ بعدين مين اللي بعتني؟ ما في حدا غريب، يعني مرتي وعمي وبدهم ياكي على العشاء. والله يا أمي ما في لي روح، راسي عم يوجعني شوي. راسك عم يوجعك؟ أمي الله يخليكي لفيها. بعدين أنت شو وصلك مع مريم؟ كأنك أخذي موقف منها، في شيء؟ أنا؟ أعوذ بالله، أبداً أبداً. طيب من عمي؟ أبداً أبداً. هلأ أنت هيك حطتيني بموقف حرج، خاصة بعد ما أجيت من شان أخذك، ورفضك بده يبين كأنه بداية مشاكل وعدوات. لك يا أمي يا حبيبي الله يرضى عليك، والله ما فيني أترك أختك مطيعة لحالها. هلأ إذا من شان مطيعة مناخدها معنا. لا ما بدي، أنا بدي روح لعند خالي مصطفى. ايه والله صحيح، خالي ابو سطيف وينه؟ شلون ما بيجي بيسلم علي؟ امي شو صاير بالضيعة بغيابي؟ امي كانت سعاد خانم احلى بنات الضيعة، احلاهن وازكاهن، كانت أفريدي كمان. تتسلق الشجر لتجيب أبعد جوزة يلي أمهر الفراطين ما بيقدر يوصل. كانت تمسك العصفور بعشه، العصفور اللي أمهر الصبيان ما بيقدر يوصل. شباب الضيعة، كل شباب الضيعة يحذركم مين كان السعيد بيناتهم. السعيد بيناتهم اللي كان يحصل منها على ضحكة، والمحظوظ كتير 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 يلي كانت تقبل منه وردة. شو بك أمي؟ معقولة كل هالشي بيصير مع خالي بغيابي وما بتخبريني يا أغاي؟ لك يا أمي، جاية من شهر العسل، والله ما عرفت شو بدي أقول لك وكيف بدي أحكي لك. شبكي شبكي مين بدي يشوف العروس أغاية العريس؟ خالك روحي ميلاي. مساء الخير. الحمد لله على السلامة. مساء الخير. أهلين أغا، كيفك يا عمار؟ تمام الحمد لله. ممكن شوف خالي؟ طبعا، أهلا وسهلا. تفضل تفضل تفضلي. الحمد لله على السلامة. لا تؤاخذوني، أنا آسف. حكي الختائر دائما بيبدأ بالذكريات. لا لا بالعكس عمو، حكيك كثير حلو، الله يخليك كمل كمل. هذا هو بابا لما بده ياكل عقل البنات، ما في أشطر منه بالحكي الحلو. بابا بالله مو بهالطريقة لعبت بعقل ماما. مع السلامة. الله يحفظك. خليكي هون سمعانة، لا تروحي على البيت لحالي، أنا وأخوك منجي مناخدك. حاضر أغاي. تصبحي على خير يا أمر. وانتي من أهلك. تصبحي على خير. سلمى؟ ايه طبعا بتذكرها الله يرحمها، كنا نسميها ياسمينة. اوف من هذاك الوقت؟
ليش لهلا بينادوا لها ياسمينه؟ طبعا، ليش ما شفتوا كيف بيتها صار مزار للياسمين؟ شو هالضيعه هاي؟ شو هالضيعه؟ الزمان ما بيمشي فيها لقدام ابدا. اذا بده يضل وشك هيك انا رح ارجع. ليش؟ هلا بيفكرون اتخانقنا وجايبني غصب عني لك امي. لا لا شرفي. يمكن حجوا. اه يا قلب، اه يا قلب، ما بتتعبوا ما بتهدموا طال الدرب. اه يا قلب، اه يا قلب، تنسى الزمن تنسى المحن ما بتنسى حب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيفك يا مرهش؟ يا اهلا وسهلا. الله يخليك. غريب كيف حافظت على حالك يا مرهش؟ شكرا لك يا اغا، الحقيقة الفضل لك انه سعاد خانهم رضيت تزور بيتنا المتواضع. شرف، تفضل. اهلا وسهلا. تنسى الزمن تنسى المحن ما تنسى حب. الحقيقة شي رائع يا عمي انه بالرسلانية هيك عشاء وهيك اناقة، يعني شي بيطير العقل. يا اهلا وسهلا، شهية طيبة، تفضل. عجيب كيف غيرك الزمان يا مرهش. دايما ان شاء الله بالافراح يا عمي مرهش. صحة وهنا، اهلين وسهلين. دايما ان شاء الله. صحة. ان شاء الله دايما. صحة وهنا، اهلين وسهلين. شو بتحبوا تشربوا؟ انا شخصيا بشرب شاي. وانا كمان شاي. وانا شاي. قهوة سادة اذا سمحتي. على عيني. طيب شو رأيكم لبين ما تحضر الشاي والقهوة؟ نعمل جولة ونأرجيكم على البيت. أنا أكلت عني وعن أهل الضيعة كلهم، بدي أرتاح شوي. صح أمي صح. على ماشي بيت. يلا تفضلوا. شرفي سعاد هذا. المكتبة والمكتب تحت وتصميمه مع الصخر، عجبك؟
ما بوشي حلو. طيب يلا نكمل. شرفي رأيك بكل هالشي اللي شفتيه؟ حلو، حلو كتير. البيت حلو والجنينة حلوة. سعاد خانم، كل هالشي إلك أنتي، أنتي وبس. يا مرهج، نحن اتفقنا إنه هالقصة خلصت. بعدين أولادنا جوا، شو أنت بدك تفضحنا؟ سعاد، 40 سنة وهم واحد ساكن بالقلب إني أرجع وشوفك. 40 سنة وهم واحد عم يجرح الروح والقلب والنجاح والأحلام. لو كانت معك سعاد ما كانت أغلى من كل هالشي. 40 سنة حرمت نفسي المتعة كلها. قول لحالي استنى، رح يجي اليوم اللي تستمتع فيه مع سعاد. ما بتعرفي، يمكن لو تجوزنا بوقتها وما تدخل رسلان آغا كنا مثل أي اثنين فلاحين عاديين معترين، حبوا وتجوزوا وحملوا هم الأولاد وهم الحياة ونعم على قلبهم. نحن محظوظين يا سعاد، محظوظين أنه انحرمنا من البطاطا المشوية المحروقة ونعطينا بدالها كاستليتا عم تستوي على نار هادية، نار عاشت 40 سنة. سعاد، نحن حظنا انه حبنا ما كان مثل زهر الياسمين، حلو بس عمره يوم واحد. نحن حبنا كان مثل شجر السنديان، بيطول ليكبر بس لما بيكبر ما في قوة تقلعه. معقولة؟ معقولة يا مرهج كنت مخبي بقلبك كل هالشي؟ يعني انتي ما كنتي مخبية؟ قولي. شو هاد؟ مين هاد؟ شو في؟ قولي عليكي يا خراب البيت، قولي عليكي يخرب بيتك. لك شو جابك لهون ولاد؟ ما بتتعبوا
ما بتهدى لو طال الدرب. يا قلب اه يا قلب، تنسى الزمن تنسى المحن ما بتنسى حب. يا قلب اه يا قلب اه يا قلب، ما بتتعب وما بتهدى لو طال الدرب. اه يا قلب تنسى الزمن تنسى المحن ما بتنسى حب. معقول يا مرعش؟ معقول بعد كل هالعمر ما بدك تتقاعد؟ اف ما في ابشع من حب الختايره. ها على قولتك، ليش الختايره بيعرفوا يحبوا؟ معقول استناني 40 سنة؟ 40 سنة؟ سؤال، نحن حظنا انه حبنا ما كان مثل زهر الياسمين، حلو بس عمره يوم واحد. نحن حبنا كان مثل شجر السنديان، بيطول ليكبر بس لما بيكبر ما في قوة تقلعه. مرحبا يا ستي. شو هالقضية الكبيرة اللي خليتك تجيبيني من الصبح وقبل ما اروح على العيادة؟ جادو. شو بو؟ بعت لي وراه، بدي احكي معه. ايه شوي شوي نقرا. ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلين اغا. اهلين وسهلين. حلوة هي. بعد ما شاف ودوه على الكتاب. آغا أبو سطيف بيعرف أشياء كتيرة، ومثل ما لك شايف الله أخذ منه الحكي، ولازم نعرف بإيش عم يفكر. يعني يكتب؟ إيه صحيح الحكي أبو صياح؟ وشو متوقع يقول لك؟ متوقع يقول لي مين اللي كسر ظهره، مين اللي خرسه، شو اللي عم يصير بهالضيعة، مين اللي باع الأراضي ومين اللي اشترى الأراضي ومين اللي عم يزرعها. يا بنتي الله يرضى عليكي، اهتمي هلأ باللي ببطنك والشغلات التانية قيميها من ذهنك، لا تهتمي فيها. لأنه ابنه ببطني لازم دافع عنه، ما بدي ابني يطلع بدون أب، بدون أصل، بدون تار يشده. أعوذ بالله من اللي كان حكي؟ من هالجسر اللي انكسر.
نار